بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أهلا بحضرتك يا أم ياسر. أهلا بحضرتك، تشرفتين النهاردة وخطوة عزيزة. معلش يعني احنا بس أنا أوقات كتير بيبقى محتاج الناس تساعدني في الرسالة دي، وخصوصا من أهل الصدق. أنا عبد حضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم. هم معذورين عشان أنا برضو يعني أول ما شفت الحلقة قلت لا، ده كلام مش صح. لا انت حتى نفسك شكيتي في الكلام اللي بقوله. انا اسفة، يعني انا اسفة والله. ما انت ما اصلا عادي، ما المنظومة كلها كانت كده الا من رحم الله، وكان اي حد له علاقة بالموضوع وملوش كان بيحاول ان هو يروج لمنتج او سلعة عشان يعالج بيها اي مرض. انا اصلا يومين بدأ ربنا، 30 سنة بدأ ربنا، ويمكن قبل 30 سنة انت حتى شكيت ان انا طبيب اصلا. يعني انا بقول يوميا، مش يعني مش نفس اليوم ده، يوميا. فبيومين بدا ربنا، وبعدين ليا طقوس كده معينه في المرض، فبفضل كده قاعده، فبحاول اشوف اي قناه جينيه نزلت، اي درس جيني نزل. فبقدر الله ماشي بقى الصحه والجمال. فقلت ايه ده اللي شيخ بدا وفي قناه الصحه والجمال، سمعت كلمه دواء، قلت دواء. وبعدين استاذ كان موجود في جامعه الزقازيق، دكتور اورام ودكتور صبحي دكتور كبد، كل دوت انا اول لحظه. فقلت ايه ده نصب، ده عشان يروجوا للدواء. نعم. سمعت كلمه مناعه، وانا اصل مرضي اصلا مناعه، مش المرض الثاني ده بعد الشر، لا، لكن انت مولوده مناعتك ضعيفه. يعني كل الدكاتره، انت مولوده مناعتك ضعيفه، فاي مرض يسيبني، اي مرض يسيبني. بدات بقى المرحله المرضيه التمام، وانا حامل في الولد الثالث، يعني مثلا وانا عندي مثلا 20 سنه. التمام بقى التمام مثلا 20 سنة، وانا عندي 20 سنة بالظبط. انت عندك كام سنة دلوقتي؟ 50، يعني 30 سنة تقريبا. 50 المرحلة بقى الأكيدة بقى اللي هو الصداع، ما سابنيش يوم واحد. الله الذي لا إله إلا هو، الله عز وجل يعلم صدق كلامي، وما شوفش الخير اللي أنا شايفاه دلوقتي. 30 سنة الصداع ما سابنيش يوم واحد. بعد كده هو نزلت البرد، بدأت بقى تزيد لدرجة وصلت برضو ان انا 360 يوم في السنة ابقى واخدة نزلة برد كاملة، جيوب الانفية والكحة والعطس والبرد. انا لدرجة بقى اشد شهور المرض عندي كانت شهر 7 و8، ابقى لابسة متقلة جدا في شهر 7 و8، لغاية اللي فات 7 و8 اللي فات السنة اللي فاتت. نعم. ابقى لابسة وتقيلة وكتير، واليوم ده انا بلبس 7 و8، مش زي الشتاء 7 و8. كنت مثلا ما يجي لي قرايبي اتحرج واتكسف، مش قادرة افتح لهم هواجراني، جيرانهم ان كانوا سامعيني او هيسمعوني بعد كده، مش قادرة افتح لهم هوا، المروحة مش قادرة اشغلها، اعيا جدا. بعد كده هو بدأ موضوع جيوب الانفية، اصوت من هنا، اصوت واصرخ. بعدين اعطس بعد العطس، ما يخلص نزيف دم بعد العطس، ما يخلص ورا بعض. لازم بقى اخد مضاد حيوي على اساس الموضوع ينشف معايا، ويفضل بقى ايه الالم موجود. رحت للدكتور حسن ابو الوفا، جزاه الله كل خير الدكتور ده، الله يبارك له، في عماره استراند. اداني بقى كيناكورت، في الاول كيناكورت كان بيريحني 3 حقن، كان بيريحني قوي على اساس ان كورتيزون وكده. بعد كده اهوت، يعني اخد وقت اهو بقى، بعد كده الكونكورت ما عمليش حاجه خالص. يقول لي طب مثلا في دكتور اسمه سراج الدين في شارع مجلس الشعب، اروح له. في دكتور مش عارفه في ميدان السيده زينب، دكتور ماهر، اروح له. يقول لي طب اعمل لي اشعه مقطعيه، اعمل اشعه مقطعيه. بعد كده يقول لي ده انت عامل لك بذل، ما فيش فايده خالص نهائي في الجيوب الانفيه. بقى زود موضوع الصداع بقى عندي، عارف حضرتك يعني ايه تجيلي نوبه بقى غير الصداع اللي هو يوميا صداع. النوبه بقى دي تجيلي اطفي الانوار وافضل دموع نازله 36 ساعه متواصل، والله ما اعرف اصلي ولا بالتيمم ولا برموش عيني، والله لا حول ولا قوه، والله ما فيش خلاص مخي ولا نار ولا برموش عيني حتى اعرف اصلي بعد 36 ساعة، وافضل اخد الادوية يعني المسكنات والحاجات اللي المفروض تاخدوها تريحك شوية. والله كان لازم في قيء، على فكرة افتكرت كان لازم قيء، الصداع كان لازم قيء على طول، مستحب معايا الصداع بقيء. فكان على طول موتيليوم وحقن البرمبيران وحقن الكورتيجين ديت اللي هم في منها الاطفال، على اساس امارس حياتي وامارس وضعي. انا معايا 3 اولاد وبيدخلوا المدرسة،
وكده. لكن الله عز وجل هو ربهم لي، ربى لي ثلاث اولاد، طلعوا بسم الله ما شاء الله، يعني ما حسيتش بيهم خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكانوا من الاوائل بفضل الله عز وجل، وما شاء الله من تربيه المساجد، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله طالعين ما شاء الله. الله اكرمني يعني، ابتلاني اه بس اكرمني في الاولاد الحمد لله. ربنا يعوض الخير. الصداع ده مع القيء عندنا بيبقى بسبب ارتفاع ضغط المخ. انت فكرتيني ان انت كنت مره قلتي لي ان انت كان عندك ورم. مش لا مش ورم، كيس ميه. لا مش ورم، كيس ميه تجمع. ما انا بعتبر ان ده بيزود الضغط جوه المخ. الورم ده بنعتبره يا اما حميد يا اما خبير. الحمد لله كان حميد. وكان عباره عن تجمع مائي. كان ضغط على المراكز اللي حواليه. وكان مأثر على الجهاز العصبي، وكان هو ده عامل لك الصداع. هو ده لسه له حكايه لوحده. ده بقى ايه؟ قالوا لي اعمل لي اشعه مقطعيه، ما طلعهوش، عملته في مصطفى محمود عشان يشوفوا ايه النار اللي في دماغي دي، ايه النار اللي في دماغي دي، فما طلعهوش. لما ظهر الرنين فقال لي بعملي ايه الاشعه، اعملي بقى الرنين، فطلع اللي هو في الفص اليمين، فمأثر على ان انا النص الشمال ده كهرباء على طول، ومستحيل اعرف انام على جنب اليمين نهائي نهائي. بس الدكاتره كلهم قالوا لي اولا دكتور ممدوح سلامه ده اللي كنت ماشيه معاه، فقال لي بصي هو ده اخر حاجه عملها عندك، وانت مع يعني وانت معاكي اولاد واتجوزتي ومعاكي اولاد والحمد لله، ما تفكريش تعملي عمليه لان ممكن يرجع تاني، فخلي الوضع بقى خلاص كما هو عليه. قلت له خلاص كده الحمد لله وخير، لا 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 كلمه كده مش ابدا، ومسيه. بعد موضوع الدكتور ممدوح سلامه وما بقاش يروح العياده، رحت للدكتور محمد بدران ساكن فتح جديد عندنا قدامنا هناك شارع مجلس الشعب، بقيت بقى ايه متابعه معاه. قال لي ده خلاص انسيه بقى، وده اخر حاجه عملها معاكي وكده، خليكي بقى ايه في القصور الدوره الدمويه. انا بقى خلاص الصداع الشديد المستمر لمده 36 ساعه ومش نافع معاه مسكنات ولا مهدئات، دي نوبه غير الصداع العادي بقى اللي هو يوميا. يوميا بقى يوميا دي النوبه اللي معرفش اصلي برموش عيني فيها، دي بقى خلاص يفضل الصداع اللي هو العادي اللي الفتره دي. الفتره دي يعني لا بتاكلي ولا بتشربي ولا بتنامي ولا بتصلي 36 ساعه؟ لا دموع نازله، دموع نازله وطافيه النور، وقاعده لوحدي، وقاعده لوحدي خالص نهائي. طب واللي حواليكي والناس اللي لا حواليكي. لازم ما هم فاهمين الوضع بتاعي ولا الناس يقربوا مني سايبينك كده لا لازم ما ينفعش انطق، ما ينفعش انده باسم حد، ما ينفعش. حضرتك مستحيل حد يتخيل، هم اللي عارفين الوضع، مستحيل اشرب يعني دوك اخد الدواء بس اخد وارجع، اخد الدواء وشويه وارجع، وافضل في ضلمه في ضلمه وما اقدرش انام، ما اقدرش انام، افضل كده بعد كده دي توجعني، ما اقدرش لغايه النهارده اربط مثلا، كان يعني من اربع شهور يعني اربط راسي مثلا. يعني تجمد وتيبس كامل في كل حتى مش عينيكي. لا ده نار دي اسمها النوبه دي، تجيلي بقدر الله بقدر الله. الدكاتره مش عارفين اسبابها برضه، مش عارفين، يقولي لا الكيس لوحده الكيس لوحده، بس النوبه ما جاتليش من الاربع شهور دول نهائي ولا مره ولا مره، فضل العمران ما كانتش شغالة اربع شهور من اول ما خدت العلاج. لا 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 هي مثلا اخرها خالص تقعد بشهر يعني شهر بس، بعد كده دخلت موضوع الجيوب الانفيه. الجيوب الانفيه بقى بدات كملت تاني مع الدكتور حسن ابو الوفا، لقيت بقى خلاص ما فيش، فبدات ايه يعني اكمل معاه. طب خد الدواء ده، طب كنت الاول فيه كنت فلو الاول بعد كده منعوه، طيب خليكي بقى على المضاد ده حقيقه كذا، ما لقيتش برضه حل خالص للجيوب الانفيه. الدكاتره كلهم والله ما قصروا معايا، والله ما قصروا معايا ابدا كل الدكاتره. بدات مشكله بعد كده البول، لا دي بقى دي كانت المعجزه اللي ما كانش ليها حل في مصر كلها. البول كان بيتحاش عندي وعامل نقطه بالصوات، كل نقطه بالصوات، كل نقطه بالصوات، يقول لي انا مش عارف انا مش عارف، طب اعملي تحاليل اشعاعات بس انا مش شايف ان في شيء مثلا يوصلك للمرحله دي، طب خدي حقن فولترين بس الاول عشان كده وبعدين ويبدا بقى سنديني علاج. الالم بتاع مثالك كان اشد ولا الصداع؟ ايهما كان اللي عامل لك يعني كان تملي دايما الحاجه الشديده بتنسي الاقل منها او بتخفف شويه الالم التاني؟ مثالك ما كانش يوميا ما كانش يوميا، وبدا بالتدريج من وانا حامل في بنتي، وبدا بالتدريج. بعت للدكتوره في البيت الحقيقه دكتوره افكار كانت امراض نساء، انا البول عندي كذا متقطع مش عارفه، قالت لي طب اعملي مش عارفه ايه وقربه والكلام ده كده، بس بدا يطلع لدرجه وصل للمرحله
اللي هي اللي عشان هو ما كانش يوميا عندي بس كان باستمرار كتير مش يوميا. لا ما اقدرش انا استحمل الصداع وما استحملش البول. نعم الصداع كان يوميا استحمل الصداع وما كنتش اقدر استحمل. انما الكريزه بتاعت الالم بتاع المسالك كان بتيجي لك كل تقريبا قد ايه؟ هي في الاخر في اخر خمس سنين كانت بتشبه يوميا في اخر خمس سنين. بعد كده بقى بقيت اصوت واصرخ سنه 2004 اصوت قوي واصرخ قوي سخونيه على طول والضغط عالي جدا والضغط عالي قوي قوي. اروح للدكاتره هنا ودكتور كذا ودكتور كذا ودكتور عندنا استشاري في شارع نبار فيقولوا اعملي ديناميكيه البول واعملي التحاليل وكذا وكذا مفيش فايده. الاخر كنا شم النسيم ساعتها واتصلت بروح فين لازم ادخل مستشفى. رحت بقى هناك فعملوا لي بقى اشعه بالصبغه. انا عملت اشعات كذا بره تلفزيونيه ما جابتش اللي حصل اللي عندي في الكلى وبرده ما كانش السبب هو بس كان الم زياده عن الم البول. كان الم بقى وصلت لمرحله ثانيه تقطيع وصوات واتصلت بالجاره تعالى الحق اديني فولترين او عشان اعرف اروح المستشفى. فعملوا لي اشعه بقى بالصبغه قالوا اشعه الصبغه اللي جابت التهتك في الحالب اليمين تقريبا مش فاكر اليمين ولا كان الشمال تهتك فيه من عند ربنا كده سبحانه وتعالى وكمان في حصوه في الشمال لان انا فاكر الحصوه الاولانيه كانت في اليمين في التهتك في الحالب الشمال وفي حصوه كمان. وعملت عمليه بالمنظار وقعدت الاسبوع على انها كانت حالتي صعبه جدا جدا بقى. بعد العمليه المفروض تستريحي خلاص وشال لك ان الحصوه لا هو كان عمل لي حالب صناعي وبعد 15 يوم وما ادراك حضرتك 15 يوم روحت بحالب صناعي 15 يوم مصرخ ليل ونهار لغايه لما رحت بقى قدمي بنج تاني ودخلت شالوا لي الحالب الصناعي حتى غلفوا لي في كيس وقلت سبحان الله بقى حالب الانسان مننا كده يعني بالشكل ده يعني كده هو وبرضه رميته مع الخلاص اللي انا قطعته كده هو بعد العمليه الثانيه الامور مش اتحسنت؟ يعني قلت ايه ده انا فقت واتحسنت شويه ما كملتش 3 4 شهور موضوع البول رجع تاني. وصلت بقى للمرحله اللي يوميا يوميا بقى وخلاص وبقت رجلي ورمه قد كده الاثنين رجلي الاثنين بقى ورمين كده ومش عارفه اعمل بول ويقول لي اشربي بقى ما اقدرش حضرتك اشرب حاجات واشرب 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 ابدا ما فيش. والالم يعني ربنا وحده يعلم كذا مستوصف بقى اجري بس الحقوني يدوني جميع الفورات ومش عارفه ايه طب خدي حقنه فولترين طيب ايه فضلت يعني كده جامد يعني سبحان الله. ده كان اخطر عندي من الصداع وده اللي ما كان ليش حل يعني. الفتره الاخيره وصل مرحله التهابات المسالك والالم بتاعها كان غطى على المشكله الاولانيه. الحاجات بقى بدات بقى القرحه تظهر عندي روحة المعده بدات اصوت جدا من تجاهل. ادويه انت اصل انت خدت كميه ادويه ما هو ما هو هيموت انا معايا اولاد ومعايا زوج وامي وابويا وحياتي وصلاتي يعني انا مطلوب حتى اصلي يعني سبحان الله. فجت لي القرحه ف كان ساعتها ارجع الدم وصوات وتقطيع وكده فالدكتور قال لي دكتور شريف مجاور رحت له دكتور احمد عبد اللطيف ابو مجن عندنا في دار السلام وفاتح في باب اللوق والدكتور طبعا الاساسي معايا دكتور سامي عمر فاتح عندنا في شارع مجلس الشعب ده الاساسي معايا. فكان الدكتور اللي هو شريف مجاور كتب لي اللي هو الدواء الانتولوك ده حاجه الاسم كده اللي هو 45 جنيه العلبه. قال لي هي دلوقتي ما بنعملش عمليات القرحه علبتين في الشهر ففعلا يعني الحمد لله كان هنا مظبوط القرحه بس لازم اخد العلبتين ب 90 جنيه في الشهر لازم يعني لازم ما اقدرش ده غير دواء القيء ده غير دواء القيء ده. امال القولون بدا معاك امتى؟ القولون بدا معايا من 20 سنه من 20 سنه امساك قبل المعده. هو قبل المعده امساك مزمن تماما كان بيموتني. في الاول كان ممكن بقى كل اسبوع مثلا افضل مثلا اخد حاجات يوم ممكن يعني كل اسبوع ويبقى بطني بقى انتفاخ كده في بطني وليه مثلا ايه ده انت حامل انت حامل كده يعني فلهم لا ده قولون تعبان فيطلع على نفسي فيطلع على يعمل لي ضربات قلب فيطلع على قلبي. بعد كده بقى ايه الامساك يقعد 10 ايام بقى يقعد 20 يوم وصلت بقى لمرحله 20 يوم ومثلا الموضوع بقى صعب جدا جدا. الدكتور شريف مجاور غير لي كل الادويه شريف مجاور عندنا في المعادي غير كل الادويه ما فيش فايده. الحاجات اللي احنا قلناها دي
والمعاناة الشديدة والعجز والفشل الكامل لكل الحاجات المطروحة بالنسبة للأدوية وبالنسبة لل يعني الأسباب العادية اللي كانت موجودة بالنسبة لنا كأطباء ودكاترة عاديين بالطب اللي احنا بنمارسه، والأدوية الصيدلانية اللي انت خدتيها بكميات كبيرة جدا لدرجة عملت لك قرحة في المعدة ونزيف. كنت باخد حوالي مثلا 20 نوع في يوميا. 20 نوع في اليوم ما اللي سامعيني. طب ازاي قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا في النص ولا في النوم؟ لدرجه كان بقى دخلوا بقى في بعضه ساعتها، ومره قضى عليا وكنت ساعتها مت يعني مره، فقالوا لي لا لازم تفرقيه عن بعض. فكان مثلا كده حوالي مثلا كل بقى ساعه واحد او ساعه الا ربع. وعارفه عامله جدول بقى يعني، انت عامله نظام جداول بقى وقاعده يعني مش ولا حاجه. في ناس دلوقتي كتير جدا عشروني كتير جدا، هم يشهدون كنت انا صادقه ولا ببالغ ولا ايه. لا احنا ناس كتير جدا جدا، اي حد يسال ورايا. نعم يسال ورايا، اي حد يسال ورايا يعني ازاي انا لازم امشي انا ما بخرجش اصلا يعني سنين ما بخرجش خالص سنين. هم عارفين، هم الناس بيجوا يزوروني سنين. الارضي كان في عزاء في البيت عندنا في نفس السكن، اتصل على الموبايل في الشقه مثلا قدامي، جارتي اللي قدامي كان باباها، ما قدرتش اروح اعزيها في والدها. الحمد لله انا هي اخته ونحسبها كده، كلنا كويسين يعني الحمد لله مع بعض يعني، وعاذريني كلهم. فكنت سنين ما اخرجش الا طبيب اروح له فقط لا غير، اخويا بالتاكسي يجيبني من الحوش للحوش بس. ايه اللي مقعدك دلوقتي؟ الواحد ممكن يبقى عنده شويه الم وبيحاول يجي على نفسه، ترى بتاخد 20 دواء في اليوم ومسكنات اغلبه يعني، العضلات كانت مش قادره تشيلك ولا المفاصل كانت فكه ولا انت اعصابك كانت ما كانش. انا مره كنت مره برضه بعمل اشعه، وبعدين قالوا لي ايه ده؟ انت المسانه بتاعتك مليانه برشام قد كده، ايه ده معقوله؟ مليانه ايه؟ برشام دواء طالع. طالع. قلت لهم ايوه، ما انا لازم. لا انا يعني انا اصلا دماغي كانت مخلياني مش ما توزنش مثلا مع الام جسمي مثلا لو هدخل مثلا الاوضه مثلا او كده موجوعه جدا كده وماشيه زي البطه. الام وكل شيء مثلا ما عنديش مثلا مرض خطير، يقول لي انت الحمد لله ما عندكش مرض اللي ورم كبد مثلا كذا، لا هي المناعه، والمناعه اللي موصلاك لكده. طبعا قلنا مواضيع كتير قوي، فحاول اركز بقى الكلام ولخص اللي احنا قلناه واشوف الحاجات اللي كانت موجوده قبل ما تاخد العقار وبعد ما تاخد العقار، وتقولي لي تقريبا التحسن كان نسبته كام في المية، عشان انا عايز يعني اقفل الملف ده اللي هو انا نفسي يمكن لو حاولت ان انا اقنع نفسي ان ده فعلا واقع وله وجود، يمكن لولا ان انا عارف مدى فضل ربنا سبحانه وتعالى ومدى كرمه ما كنتش اصدق ان ده ممكن يحصل بعد ما خدت العقار وتحولت الحاله 180 درجه. احنا قلنا ضعف المناعه بدا عندي، كنت عندي 15 سنه وبدا يزيد لحد ما وصلت حالات الانفلونزا ونزلات البرد تقعد معاك طول السنه يوميا، يعني قاعده طول يومياً. الوقت مش قادره تمارسي ولا تواصل حياتك. دخل عليكي التهابات الجيوب الانفيه وبتعطسي بدم، افضل اعطس وفي بعد العطس بقى ينزل دم بقى متواصل، يعني اعطس الاول عادي وبعدين ينزل دم متواصل مع صداع شديد مع قيء و ما بطلتش قيء السنين دي كلها. بتقولي كان بيعترض الحاجات ديت بتجيلي 36 ساعة كل يوم، النوبة بقى ممكن تجيلي كل 15 يوم كل شهر، يعني آخر حاجة شهر يعني ما تغيبش أكتر من كده. وبعدين تجيلي تقعدي يوم ونص مش قادرة تتحركي من الألم والصداع الشديد، ما أعرفش أصلي حتى برموش عيني، ما بجمعش بقى كلام في دماغي، ما فيش غير نار ما فيش. طيب دخلت معاها الجيوب الأنفية وكانت التهابات شديده لدرجه كانت بتعمل نزيف مع يعني بتعطسي كم مره في اليوم؟ يعني مش موضوع بقى كم مره، مثلا لو عطست ممكن 10 مرات 15 مره ورا بعض وبعدين دم بقى كده خالص. الهواء نفسه كان بيوجعني، افضل في كده عشان الهواء بيوجعني. الهواء لما اجي انام بقى خلاص ما فيش خالص، مقفوله تماما. اجيب البخاخه الكورتيزون دي 22 وما فيش اي دواء عمل حاجه؟ لا 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 خالص. العلاج بعد قالوا لي حط عسل من الغالي، ما فيش. حط بعد ما خدت العلاج ايه اللي حصل؟ بقد ايه؟ يعني فضل الله عز وجل انا خدت بقى العلاج بعد مثلا نص العلبه الصغيره، نص العلبه الصغيره يعني انا حسيت اسبوعين كده ثلاثه العلبه اللي هي 90 كبسوله بتكفي شهر يعني بعد اسبوعين تقريبا، بعد 20 يوم تقريبا. انا اولا يعني باخد لازم اخد المسكن
ده هو الصداع والمسكن. وقفت ايه كل الادويه، كل الادويه اشوف عشان ثمنه الغالي. وقفت الادويه عشان ثمنه الغالي، وقلت اشوف مع نفسي، وانا عندي جهاز ضغط وجهاز سكر في البيت. انا لقيت يا الله ازاي ده انا عارفه اعيش من غير دواء معده. لا انا اتكلم نفسي، هرجع للحاجات دي. انا بتكلم عن انفلونزا، ما انا هقول لحضرتك، والجيوب الانفيه والصداع الشديد والنزيف. انا هقول لحضرتك، بص حضرتك، هقول الجيوب الانفيه بفضل الله عز وجل، بفضل الله 100% 100% بفضل الله. الورحه طبعا بتاعت المعده 100% خالص كمان بفضل الله. ورحه المعده قولون لما دخلت الكبسوله الثالثه هي كان حلو 100% في 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 اخر، انا خدته من اخر الشتاء، بس من شهر 7 بدا بقى تاني حاسه ان في امساك شويه، من شهر 7 بتاع الحمى، فزودت كبسوله 100% بعد ثلاث كبسولات. 100% قولون. لكن لما كنت في اخر الشتاء كان 2 بس. مع ان انت عارف مصر كلها عندنا اضطرابات في القولون عشان النظام الغذائي والقولون العصبي، يعني انما يبقى طبيعي بعد ما كنت تخش الحمام بعد 3 اسابيع. ده انا ممكن بعد 20 يوم 3 اسابيع مثلا ادخل بتاع المرايه وافضل اعيد الكره في الالام تاني والمواضيع والعلاجات تاني، والدكاتره يشهدوا على كده. مع ان القولون كان متاثر بالحمر الابيض البحر الابيض المتوسط. لا لا، كان الشتاء وصيف عندي، لا ملوش علاقه. بس ايام ما كان بتجي لك الحمى الابيض البحر الابيض كان يزيد. لكن كان يزيد عشان التهابات البروتين. يزيد، لكن كان موجود برضو في الشتاء، يعني قصدي كده، يعني كان موجود طول السنه لكن في الصيف بيزيد. دليل ان انا اخذت الدواء العقار خدته في اواخر الشتاء، كانوا كبسولتين بخلوني يعني الحمد لله جدا. لما دخلت في شهر 7 بدات الامساك يغيب، فزودت كبسوله الحمد لله. 3 كبسولات المفروض تاخد 4 بس انت بتاخد حتى اقل من 4. لا 4 لا، انت ما وصلتش 4 وكمان. لا 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 لا، انا بقالي 12 يوم باخد 3 وكل حاجه اختفت. طب ميعاد الحمر من زمان المفروض يبقى موجود معاك دلوقتي. والله والله انا يعني انا مش مصدقه نفسي، والله انا اول مره من 10 سنين مش مصدقه نفسي، انا مش مصدقه اختفت تماما. بقول لحضرتك انا ما كنتش اجي، انا ما كنتش اجي يعني يعتبر مثلا سفر مثلا، يعني ما كنتش اجي مستحيل يعني. وبعدين عامله شغل البيت قبل ما اجي. لا يعني العطس والدم والنزيف لا لا لا، بقول لحضرتك 100% من غير ادويه. ما باخد والله الذي لا اله الا هو، انا هقول لحضرتك انا باخد المسكن والفروس للصداع، الفروس هو اللي بيريحني، او كان زمان باخد السيبازمو ميجرين بس اتمنع. كنت باخده، دلوقتي باخد الفورست وباخد المسكن، باخده يوميا، لان انا ده تحسن، ده 70% 70% تحسن في في في, في وجع جسمي عشان اشتغل، والصداع 70%، لكن كل اللي انا قلته كله 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 100%. فباخد المسكن يوميا باخده، بس ببقى بقى طبيعيه جدا جدا، واشتغل بقى شغل بيتي اللي انا كنت محرومه منه. المعده حصل فيه نزيف تاني ولا رجعت تاني؟ مفيش حاجه يعني، كل جهاز عضلي خلاص، ما باخدش علاج خلاص انتهى، ما باخدش اي حاجه من جيه. ده مفيش له اي علاج بتاخديه، ولا كسور دوره دمويه، ولا اللي دخلت مسالك المعضله دي اللي كانت بتدخلك المستشفى عشان تاخدي مسكنات ومخدرات عشان توقفي الالم. لا هو الالم اللي موجود، بقول لحضرتك 70% الالم بقى، يعني موجود الصداع وموجود الالم، المسالك المسالك البوليه. لا 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 خالص خالص 100% 100% كل حضرتك اللي انا الامراض اللي انا قلتها 100% ما عدا تكسير في جسمي لما بقوم من النوم، جسمي مكسر والصداع، بس النوبه ما جاتش. طب الادويه المسكنه اللي بتاخديها دلوقتي لما كنت بتاخديها قبل كده كان بتاثيرها؟ لا ابطل صوات، ابطل صوات بس، انما الالم موجود. الالم موجود دلوقتي بقى تاخديها بتخلي لا لا مفيش خالص، تختفي تماما تماما، واشتغل بقى الشغل بقى يعني الناس بقى عارفه اللي هم معاشريني بقى. السكر بتاخدي له علاج دلوقتي؟ لا 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 خالص. معقول لما خدت السكر؟ لا والله والله الذي لا لا لا، الدكتور حسام موافي كان قال لي لا تخش ديوميكرون اس ار، وكملت بقى بيه ديوميكرون اس ار لغايه لما خدت الاقار 4 شهور، ولا دواء سكر ولا دواء ضغط. الدواء الضغط كان بتاخدي، كان عندك الضغط 240 على 140 وبعد لما دخلت بقى مستشفى الفاروق بعد ما ادوني العلاجات، العلاجات الدكتور اداني العلاجات دكتور قلب عشان يلحق يهديني، وصلت بقى 180 على 130. ده اتحجزت بقى في مستشفى الفاروق تاني مره. لما خدت العقار وقفت دواء الضغط؟ من يومها الضغط والسكر الاثنين واقفين. انا وقفت جميع، احنا ما عندناش كده في الطب. والله والله انا لو سمعت الحلقه مش هصدق. والله انا بدي، انا اي حد بيتصل عليا بيقول لي اخده للضغط او السكر بقول له والله ده. اخويا اهو خد الدواء بقاله شهر ما بياخد دواء الضغط، قلت له قيسه تاني وانت جاي دلوقتي، اخويا بره اهو قاسه. اخبار حضرتك ازاي؟ قال لي مظبوط جدا.
وكان عنده ايه؟ كان عنده التهابات. اخويا كان زيي بس اقل شويه، زي بالظبط. عملت ازاي؟ بس اقل شويه بدات تحسن. لا بص حضرتك، اتجاه المريء اختفى تماما. عمد. الضغط مشي من عنده. يوب الانفيه كانت مدوخه الدكاتره بتاعتي وبتاعته هو الدكتور حسن الوفا وكل الدكاتره مدوخينه وخلاص، وبقى فظيع فظيع. مشيت خالص 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 من عنده. كان عنده حساسيه بتاعت الجلد في الصيف، جسمه يهرش ويضرب قوي، دي مشيت. كان عنده اللي زي ومسك ازازه زي دي، مسك التليفون لو رجله تنميل تنميل، اختفى تماما تماما. ده لازم اجيبه. طيب أه، طب انت بتقولي، انا بقول اي حد بيكلمني يقول لي اخد علاج للضغط، العقار الامان للضغط والسكر، بقول ده ممكن يحسن المضاعفات، انما هم ما يوقفوش. والله بص حضرتك، انا خدت بعد ثلاثه اهو، فنزل السكر قوي 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 ونزل الضغط، انا هرجع اخد كبسولتين تاني. يعني انت لما زودتي حاسه ان انت يعني نزل الضغط قوي 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 ونزل السكر قوي. ما انا عندي جهاز في البيت، جهازين اللي في البيت. طيب بالنسبه للانيميا وسقوط الشعر والتهابات الفطريه في الجلد، ما شاء الله بدا جلدي يعني شعري ما شاء الله بدا بقى ينبت حضرتك. ما المكان كله كان بقى ينبت نبت، وبعدين ينبت بقى كده بدا يطلع تاني كده 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 يعني، وصل في الاربع شهور مثلا كده يعني كل المكان، وما بيسقطش اللي طلع ده، ما بيسقطش لا 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 خالص خالص طبيعي خالص بفضل الله. طب وتاكل الجلد والفطريات وال انا دلوقتي استغربت، الله انا نسيت، ده انا بمسك السكينه بامي، ده ما فيش خالص. واتجرحت بقى كم مره، والله الذي لا اله الا هو، اتجرحت كم مره والجرح لم عاجي، لم عاجي لوحده خمس دقايق كمان. طيب ال ال انا مكسوفه من ربنا، انا مكسوفه من ربنا، من المن اللي منه عليا، انا مكسوفه كريم. من ربنا، ربنا كريم. طيب بالنسبه لل ايه تاني؟ مفيش حاجه، كل حاجه كل حاجه كنتش بنام خالص. موضوع النوم كنتش بنام خالص. والدكتور مره في المعادي بقى رحت له فكتب لي منوم، اخدته لقيته صعب جدا منوم، انا ما انام اقوم كاني ما نمتش. كنتش بتنام على جنبك؟ بتقولي عمري ما نمت على جنبك. لا لا اليمين ده دي من حبتين، ومن بعد اسبوعين بقى كده كان في بنام على اليمين. يميني زي شمالي الطبيعي 100%. يعني انا انام على اليمين اكتر بقى عشان السنه، فبدي اليمين اكتر من الشمال، وعشان اريح المعده وكده يبقى اليمين يعني عربي. طيب انت عايزه اسالك اخر حاجه عشان خاطر موضوع كتير، والقلب والدوره الدمويه والانيميا والقصور اللي كان بيحصل لك والهبوط والزغلله والرعشه والدوخه. انا اتصل بالدكتور الحقني، يا دكتور سامي قال ما هيخرج مني، قول لي خدي اندرال 20. طب بعدين مره ثانيه يا دكتور سامي، قول لي خدي اندرال 40. اخد الاندرار الموضوع يهدى، بعدين يضرب تاني. فضلت عايش على الاندرار حضرتك لغايه لما خدت العقار، وحسام والدكتور حسام موافق. يقول لي ما انا مش شايف حاجه للي انت بتقوليه ده. يا ما بنسى له انا مش شايف حاجه، الدكتور حسام موافق ودمه خفيف قوي كده اهوت وبيهزر وقعدته حلوه يعني جميله جدا. طب انت بتقولي انا بعتبر الموضوع ده معجزه، وبتقولي انا بعد ما وصلت مرحله يعني قريبه من اليأس. ده انا مش عايز اليأس عشان حرام. ده ربنا قبل الفجر. انا كنت يومين بدا ربنا، يومين بدا ربنا. ايه ال ال ايه اليوم اللي انت حصل فيه يعني الفرج من عند ربنا؟ طب يعني بنتي بقى خلاص بقى معاها عيلين، وبقى خلاص يا عيني ومش قادره، وانا لسه معايا ولدين بخدمهم وزوجي معايا، ربنا يديله صحه وعافيه. فيا رب زي كل يوم، يا رب يا رب يا رب يعني ما تحوجنيش لحد، قويني يا رب اني اكمل مسؤوليتي، قويني يا رب. يعني صعبانين عليا جدا. مش عايزه تعملي خلاص الموضوع بالنسبه لك صعب، ومش ومعنديش امل. هو زي كل يوم بدعي عشان سنه، انا بدعي ايه عشان اتعرفت على الاثار بقى ازاي. فبقدر الله بحاول كده بحاول كده بقدر الله، لغايه لما بقى اخد المسكنات وابدا مثلا كذا، وابدا بقى احاول اصلي والكلام دوت الظهر مثلا، فبحاول كده. فبيرفع المناعه، بيرفع المناعه ازاي مش عارفه. شفتيني على التلفزيون كان مباشر بقدر الله، والدكتور اللي كان بيتكلم والدكتور صبحي يعني فبقدر الله عز وجل. المهم بعد كده ما خلصت الحلقه، فيا اخويا بقول لاخويا دوت، قال لي ايه؟ اقول لك صلي استخاره. طيب اقول لاولادي؟ يقول لي لا 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 ما تاخديش دواء هيعمل فيكي حاجه. قلت له ما هيعمل فيا ايه اكتر من اللي بيعمل فيا؟ ما فيش اكتر من كده. فصليت استخاره، لقيت ماشي الموضوع. قال لي طب اتصلي الاول. قلت له هجيبه، يعني هجيبه. قال لي اتصلي بالدكتور سامي. اتصلت بالدكتور سامي، انا اسفه يا دكتور انا كل شويه بدوشك وكده. اتفضلي يا مدام سلوى. قلت له انت عارف وضعي كذا كذا كذا. قال لي ايوه يا مدام سلوى. قلت له في سمعت كذا وكذا. قال لي طب بصي انت مش هتخسري حاجه، لو لقيتي معاه تصريح خديه وتوكلي على الله. لو لقيتيه عليه تصريح كويس. ففي ساعتها اتصلت خدت عنوان الاجزخانه،
وخلاص وانتهى الامر. بعت جبته من بعد 15 يوم بدات احس بالتحسن. بدات الرحله المثيره دي. انا عايزك توجه رساله في دقيقه تقولي ايه للناس اللي سامعاكي؟ الناس اللي ايه؟ اللي سامعينك دلوقتي. يعني العيانين اللي مش عارفين يتعالجوا وحاسين ان ما لهمش علاج والموضوع بالنسبه لهم. والله كل شيء بقدر الله، واذا اراد ربنا شيء والله بيهيأ له السبب. انا الله عز وجل ما مش تدخل طبيب، ما حدش قال لي، الله عز وجل هو سبحانه وتعالى اللي خلاني افتح التلفزيون واسمع كلمه كذا. يعني انا قلت كله زي بعضه، ايه اللي هيسيبني؟ ما يعني انت حضرتك عايز تقولي ان اي حد عنده مشكله او معضله ما لهاش حل يجرب ويمكن ربنا يكرمه زي ما كرمك؟ يعني شوف حضرتك اهو، يعني انا ما اتكلمت مثلا ناس عندهم اورام مثلا ورم، فقلت لهم بقول لكم انتوا لسه تسالوا دكاتره، انتوا ايه اللي هيحصل لكم اكتر ما حصل لكم؟ جربوه والله، هم سامعيني حصل لكم هيحصل لكم ايه؟ جربوه. طب مش نسال الدكتور وكده؟ قلت لهم ايه اللي هيحصل أكتر؟ ده مكمل غذائي، ده مكمل غذائي. واخويا ما سالش الدكتور ولا حاجه. والله يا ام ياسر يعني انا الحمد لله عشان خاطر البرنامج وقته خلص. الموضوع لو بودي انا كنت فردت في الحلقه ديت او انا مش عايز اجيبك تاني ولا اتعبك. الحمد لله. الا ان انا بقول يعني وكل لبيب بالاشاره يفهمه. نسال الله تعالى ان يرفع البلاء. امين يا رب. امين يا رب. الافات والامراض عن هذه الامه وان يعافينا في الدنيا والاخره. امين يا رب. وانا بشكر حضرتك ويا ريت يعني ان شاء الله تدعي لنا زي ما ربنا جعلنا سبب في انقاذك. ربنا يعلم. ربنا يعلم. وتدعي ان ربنا ينقذ الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى تكرم عليك بفضله وانقذك ان شاء الله باذن الله. نسال الله تعالى السلامه. وكل عام حضراتكم بخير وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، النهارده معايا حاله مدهشه مثيره وكان من اغرب الحالات اللي انا اتعاملت معاها، عشان كده انا يعني ربنا يجعله ميزان حسناتها جبتها من اسكندريه وهي كانت متعاونه معايا جدا لان هي عايزه توصل نفس الرساله اللي انا بحاول ان اوصلها. وانا شرفت بيها النهارده وبدعو ربنا سبحانه وتعالى ان زي ما هي بتسعى في ان هي توصل للناس سبب من اسباب الشفاء النافعه اللي ملهاش بديل على وجه الارض، فان شاء الله ربنا يعاملها ويكافئها من جنس ما صنعت ويتم عليها نعمة العافية والشفاء ويبارك لها فيما رزقها من أولادها وزوجها. إنه ولي ذلك ومولاه. معنا أم صالح في هذه الحلقة المباركة المثيرة المدهشة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. يعني الموضوع متشعب وفي حاجات كتير. أنا حتى كنت عملت معك مداخلة قبل كده. أي. من كتر الحاجات اللي كانت عندك نسيتي أغلبها. أي. خلاص بدات ايه الشكوى تبقى ظاهره قوي. بعد ابني الثالث يعني تقريبا من 13 سنه. بعد ابني الثالث وبدات المشاكل توضح قوي، وكليتي تقلمني جدا جنب اليمين يقلمني جدا، لكن كنت يعني زي ما بيقولوا بقاوح شويه بقى لظروف الحياه يعني. كويس. لحد ما حصلت لي مشكله كده نفسيه واتحجزت بيها من المستشفى وبدات اخد علاجات كانت هي غلط على اللي عندي وانا ما اعرفش ايه اللي عندي. يعني كنت باخد تيجراتول وديباكين، ده البدايه في العلاج اللي اتعالجت بيه. دي حاجات خاصه بالجهاز العصبي والنفس. كان في مشكله عندي وكنت بتعالج منها، اتحجزت في المستشفى وبداوا معايا بالتيجراتول والديباكين. كان في كهرباء زياده ولا حاجه؟ لا يعني هو قالوا مش باينه في التصوير لكن هي كلينيكيا موجوده في كهرباء زياده. ما طلعتش في الرسم المخ؟ لا ما طلعتش لا في الرسم، لكن هي كانت الحالات اشبه ما تكون بذلك، لكن هي كانت الحاله نفسيه اكتر من انها حاجه تكون في الاعصاب. كانت بتجيلك باعراض ايه؟ كنت بتغيب عن الوعي؟ احيانا كانت تجيلي غيبه على الوعي، وكان في الغالب بيجيلي بعوجه شديده في الفم، ولساني كان يفضل متني فتره طويله، وايدي دي تزرق جدا، ايدي اليمين تزرق جدا، والام جامده قوي في رجليا، ويحصل تبول لا ارادي، ونوم بعدها كام يوم بقى في السرير من غير تحرك تماما، مع تورم في الرجل والايد، والجزء الايمن ده بيبقى معوج. طب انت ممكن مثلا لو انت ماشيه في الشارع لوحدك او حاجه ممكن يعني حصل؟ كان بيحصل لي وانا لوحدي وانا في الشغل وانا كنت محفظه قران، تحصل لي وانا في المسجد وانا رايحه وانا جايه، ملهاش يعني اوقات وملهاش يعني بزعل او بفرح او بغيره، لا ممكن وانا نايمه بالليل كانت بتحصل لي وانا نايمه كتير قوي، يقوم زوجي على صوتي وانا نطرت رجليا جامد كده يحصل لي فيها زي رعشه اشبه بالتشنجات. فاتحجزت اخر مره دي في المستشفى وخدت العلاج، فبدات اخد العلاج يعني ما انضبطتش بيه، اسات استعمله، يعني مثلا الدكتور يقول نص يقول ربع، انا بقيت اخد بزياده من اللي حصل لي، يعني من الالم اللي انا حاساه من المشاكل النفسيه اللي انا فيها، لحد ما تطورت ان انا اخدت الزانكس. برده كنت باخد زانكس بجرعات كبيره، وقعدت اخد العلاج تقريبا كده لمده 10 سنين.
بعد ال 10 سنين. طب العميل ده كان مهبط النشاط الكهربائي؟ ما فيش، كان يعني لا والله هو ما كانش عامل حاجه صراحه، يعني ما حسنيش. اخدينه زي لا ما حسنيش، بس انا باخد بقى كده يا اخدي المريض اللي مش عارف حاجه، يعني لعلي ارتاح، لعلي انا مش واخده بالي، لعلي في يوم ان شاء الله هيعمل نتيجه، لكن ما كنتش، لا ما كانش في تحسن خالص، وكل ما اتعب من علاج اروح لدكتور تاني وهكذا، تقريبا يعني بدون مبالغه مش اقل من 13 14 دكتور في مخ واعصاب ونفسيه وعصبيه، لحد ما انتهيت عند الدكتور قال لي خلاص ارتاحي بقى، يعني انت كده كنت جسمي طبعا زاد جدا مع الكورتيزونات من وزن 73 لحد ما وصلت 150، لا ده كنت وصلت 155 كيلو وحاجه يعني، فقال لي خلاص انت كده ما فيش حد هيقدر يشيلك ولا يحطك، وصلتي لحاله سيئه، ارتاحي بقى كده في بيتك واستسلمي بقى خلاص، ويعني ده قضاء ربنا. وبحس كنت بقى بدات احس يعني انا باكل وباكل كويس وباكل يعني بصراحه كده من غير حساب، لحد ما جه عليا وقت الميه مش عارفه اشربها، الم بقى شديد خالص لدرجه ان الميه برجع. انا هقف شويه عند المشاكل العصبيه النفسيه اللي كانت عندك، وكانت شبيهه باعراض النوبات اللي ممكن تيجي. وبعدها جات لي فعلا نوبات صرع يقينيه بعد ما كان يعني كده صرع وتشنجات وانك ترفصي وتغيب عن الوعي ايوه جات لي بقى النوبات اليقينيه، النوبات اللي هي اللي هي الكبرى. طيب انا همسك حاجه، كل حاجه قبل العلاج وبعد العلاج. ده انك 10 سنين تاخدها كل الادويه حتى وصلت الزناكس وما عملش حاجه وبجرعات زياده، بدات في العلاج حسيت ان في تغيير؟ لان كتير بيتصلوا عليا، يعني انا يعني اي حاجه ما جربتهاش او ما شفتش حالات قدامي فعلا موجوده وطبيعيه وواقعيه ايوه، وخدت العلاج وجربته وشافت نتيجه، اي حد اتصل عليا يقول لي، كتير بيقولوا عندنا كهرباء زياده او اولادهم ايوه، اقول لهم احنا ما جربناهوش وما انصحكش انك تاخده. انا ما اظنش انه له دور في الحاجات دي. لا ان شاء الله له دور، لان انا حصل لي كمان مشاكل في مخ في هنا في الحته دي، في بقره، في بقره، انا عندي بقره في دماغي هنا تتحس بالايد كده، فالمكان ده دايما ايامها كان يقلمني جدا اكتر مكان من جسمي كله، من ايدي اللي متورمه ومن ذراعي والازرق وكل ده، كان الحته دي بتقلمني جدا جدا جدا، لحد ما كان اولادي بيعملوا عليها دوريات ويهرشوا لي فيها كده عشان تهون شويه اللي بيحصل فيها، لحد من المنطقه دي تكادت تكون كانها محروقه، يعني اللي كان اللي يشوفني كان يقول لي المنطقه دي محروقه تماما، مش منظر حاجه بنهرش او كده. ولما تلمسيها؟ لا ما كنتش بقدر المسها، حاجه غريبه، الم لدرجه عيني واصرخ منها صراخ. بعدها حصل لي بعد فتره العلاج، حصل فوق المنطقه دي لحد كده ورا هنا ولحد وداني والحتت دي تحت، نتوءات بارزه، مش حاجه معبيه، لا نتوءات عن الجلد زي الحبوب لكنها مش معبيه، وبتقلمني جدا جدا، احط هنا تقلمني هنا وتقلمني في عصب عيني، كانها طالعه من الاعصاب نفسها. الم رهيب، الم رهيب والله، كنت بحس بصداع كان رعد حصل في دماغي، رعد والم رهيب. بعد لما بدات ابدا بقى من اول ما خدت علاج حضرتك، يعني كنت بتفرج الاول على التلفزيون وانا بشوف يعني ايه الوضع، ايه الحالات، ايه الناس بتتكلم ازاي عن العلاج ده، ففي اخت كانت بتكلم حضرتك عن العلاج، حسيت ان انا اللي بتكلم، ان هي نايمه بقى لها كذا سنه في السرير، وان هي كذا، وان هي كذا، وحصواتها على الكلى وابنها، فقلت ابدا ان شاء الله. وكنت بقى في البدايه دي انا وصلت لحد فين، ان انا الميه ما بعرفش اشربها، يعني عايز اخد علاج اخد ميه ما بعرفش اشرب الميه. الجهاز العصبي عندك خلاص حاله؟ لا وألم بقى وارتجاع مريء وألم رهيب وطعم الميه غريب في بقي ومش متحمله خلاص، يعني وصلت لدرجه خلاص بقيت اقول ايه يعني عليه العوض ومنه العوض خلاص. كل اللي كان الحاله العصبيه دي سواء كانت متعلقه بالاعصاب كاجهزه منظمه لكل حركات جسمك كانت تقريبا متعطله ايوه، او ناحيه نفسيه كانت وصلت مرحله تدهور مرحله خلاص كان. في سريري ما طلعش. بعد قد ايه حسيت ان في تغيير في الناحيه دي؟ تحسن بعد قد ايه من تناول العقار الالماني؟ لا بعد قد ايه من تناول العقار الالماني؟ انا جبت العقار الالماني وكنت الحاله العصبيه طبعا لسه مستمره. بدانا الراحه تبدا من ايه؟ ان انا كنت صعب اعرف انام، طب ما فيش نوم، يعني انا في السرير باستمرار ودايما المصالح فين المصالح نايمه، لكن انا مش مستمتعه بنوم. انا بتقولي لي ما كنتش قادره حتى ان انا نادي على حد؟ لا انا كنت دايما منعزله دائما في حاله عزله، يعني كان زوجي جايب لي خشبه كده عشان اخبط على السرير، اقسم بالله ان كان بيجي عليا وقت ما بعرفش امسكها اخبط بيها، وافضل بقى ان قدرت يعني اي صوت يطلع مني يستجيب بقى يعني اي حد سمعني، كان واحد جاله كابوس مش لا ما فيش مش قادره، يعني عايزه امسك العصايه بتنميل تنميل فظيع، ايديا مش مجمعه بعضها، مش قادره اتكلم، وان بدات ممكن الكلام واقف فجاه، كان حد سكتني فجاه كده، اتخضيت مثلا والكلام يسكت تماما، ما اعرفش بقى امسك العصايه اخبط بيها لحد يلحقني لو عوزت حاجه اشرب، عوزت اتبول، مفيش الكلام ده خالص. فدي كانت حاله دماغ واصله للدرجه دي، وطبعا العلاج بوظ عندي، عمل لي مشاكل بقى الادويه الكيماويه. خلاص المعده تعبت جدا، المريء تعب جدا، كانت وصلت الدكتور قال لي ده كده تقريبا كان في تقرحات في القولون ومشاكل كثيره.
فبدات العلاج بدا معايا. اول حاجه عملها معايا ايه؟ انا خدت العلاج وانا طبعا حصوه في المراره ولسع على المعده. انت كده داخلين في كله مع بعض. طب خلاص. طب انا ماشي اصل الموضوع كله فعلا ملح. لا اصل الجهاز العصبي مش اول حاجه ارتاحت. يعني اول حاجه حصلت لي ان انا نمت اول يوم صراحه. اول يوم خدت فيه العلاج ده نمت. نمت دي حاجه اول حاجه تشهد لها في الاعصاب بقى ان انا نمت اليوم ده. القولون كان وصل مرحله بتقولي انا كنت الم الم رهيب والمعده كانت التهابات و ولا الميه في المريء. خلاص ولا الميه بقيت خلاص عليه العوض منه عوض. انا خلاص كده رايحه خلاص ما فيش بقى ما فيش اي تقدم هيحصل. يعني كنت قلت خلاص ده كده سلمت امري الى الله عز وجل وخلاص ما فيش بقى علاجات ولا ميه مش عارفه اشربها. منعش على ايه؟ خلاص والله بص كوبايه الزبادي اخدها ارجعها اسهل اشرب الميه نفس الحكايه. خدت فتره كده حوالي اسبوع 10 ايام خلاص يعني استسلمت للموت تماما. دول 10 ايام اللي بعدها جبت العلاج؟ لا ما قبل العلاج مباشره. يعني ال 10 ايام الاخيره دول كنت خلاص دي بقى مش الميه اخدها ما فيش حاجه بتقعد. دي كان ما قبل النهايه. خلاص كنت وصلت لدرجه يعني انت عايزه تقولي لو كان لو يعني لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته طبعا ما كانش جبت لك العلاج في التوقيت ده. ايوه ما كنتش لا بتاخدي اكل ولا شرب ولا محاليل. لا واستسلمتي. لا انا حتى المحلول كنت فيه دكاتره بييجوا يدوني المحلول كانت الحته دي وصلت لزرق فظيع ما فيش حتى ابره عارفه ادخلها خلاص. يجي من هنا نفس الحكايه لو كانت لسه الاماكن دي موجوده باينه كنت وريتها لحضرتك خلاص ما فيش مكان بيدخل فيه ابره عشان المحلول والجلوكوز. طب هم قرارهم ايه في ان انت واحده ملهاش اي مدخل؟ لا خلاص حتى لما كان زوجي بيروح بقى يجيب الدكاتره من عندنا من المستشفى كانوا يقولوا طب سيبها بقى طب يعني سلم امرك بقى لله طب حاول تديها حبه ميه بسكر خلاص بقى. يعني حتى ما بقاش في استجابه حتى من الاطباء اللي كانوا بيجوا لي البيت يوصلوا لي المحلول ويكشفوا عليا. وبعدت حتى الجاره من جارتي اوصيها على بنتي خلاص يعني والله العظيم قلت لها انا اوصيك على بنتي انا خلاص بكده يعني الحمد لله. وانا عشان دي البنت الوحيده انا معايا اربع شباب ودي البنت الصغيره ما لهاش حد خدي بالك منها خلاص يعني. فبقدر الله اختها قالت لي طب بصي اسمها قناه الصحه والجمال يمكن تلاقي حاجه عليها كده يعني انا برتاح للقناه دي يمكن تلاقي حاجه عليها بقدر ربنا. انا ما طبعا ما فيش ما بقعدش قدام تلفزيون ولا اي حاجه. زوجي طلعهولي حطهولي في الصاله قال لي مش طنط بتاع قالت لي كاميني كسب اقعد اتفرج على قناه الصحه كان حالتك عامله ازاي؟ اوصفي لي وضعك. انت كنت لا في اكل ولا شرب ولا في محاليل؟ لا ال 10 ايام الاخيره دول قبل اللي كنت خلاص انا خلاص يعني سلمت امري ان انا بموت بقى خلاص وخلاص يعني عايز تدور على اي قش تتعلقي لا خلاص يعني انا بخاف من الموت جدا زي اي بني ادم وزياده شويه. وصلت لدرجه ان انا بقول ايه خلاص يا رب عايز اموت يا رب انا خلاص انا تعبت انا خلاص عايز اموت. ما هو الكلام اللي الدكاتره بيقولوه ده معناه ان هم ادوا قرار ان اتحكم عليكي بالموت لو لا خلاص انا سواء انت رضيتي ام لم ترضي لان كنت ما فيش خلاص واحد لا ولا الجلوكوز عارف اخده ولا المحلول خلاص ما فيش حتى ما فيش اماكن يحطوا لي فيها يعني ده خلاص كانت تورمت ومفيش يعني اماكن تدخل فيها. عندنا بنركب موبت رايل. لا خلاص بقى بقيت اخد بقى الميه بسكر كده نقطه بنقطه كده زوجي يديني وبقيت اقول له خلاص سيبني انا والله ما زعلانه وان قدرت اتكلم وقدرت اتكلم معايا خلاص انا مش زعلانه وسيبني بقى وكلت امري الى الله عز وجل بس وضعوني مكاني منين ما اقدر افوق ان ايه اصلي وانا مكاني واجمع الصلوات ويغيب عني ما يغيب ذهنيا ان انا اقدر اجمعه ويعني وقدر الله مش هفعل على كده خلاص. لحد ما سمعت البرنامج واخدت العلاج. لما اخدت العلاج انا بيحصل لي جايبه الورق لحضرتك كل كام سنه كده ورم في ثدي تحت الابط كان معايا الورم ده موجود في الفتره الاخيره دي فقلت لزوجي خلاص بقول لك اكشف عليك تقول له خلاص بقى ولا كشف على ثدي ولا كشف على حاجه خلاص هكشف على ايه انا مش هتعبك اكتر من كده. اتشال قبل كده مش بتقول مرتين مرتين بيفتحوا الحلمه تماما كده وياخدوا الورم وتاني مره حللوه قالوا يعني يفهموا ايه الوضع الورم يكون ده ورم حميد او خراج مزمن. والدكتور قال ده مستعد للتروح مره اخرى. لما جه طلع بقى قبل ما اخد العلاج طلع بهيئه كبيره قوي يعني اول مره الدكتور قال لي دي عامله زي الكوره بالظبط. لا انا حاسه بايدي هيئه كبيره جدا عن وضع ما قبل يعني هو ده خراج بس بيحصل تليف حواليه فبيبقى حجمه عامل زي الورق. وصل بقى لحد تحت الابط بقيت دايما رافعه ابطي كده دايما حاطط لي حاجه رافعه ايدي عليها. وكنت باخد مسكنات كتير قوي فكان في خراج في الاليا بس كان ما كانش باين بره خالص لما كان حقنه. ما كان حقن من كتر الحقن باخدها مسكنات عايزه مسكن عشان اعرف انام واعرف اقعد. ما انت اتصلت عليا وقلت لي العلاج أيوة قلت لك مفيش حاجه لازم تفتحيه فورا. ما فقعدت ابكي وكنت بقى خلاص اليوم اللي اتصلت بيه كنت واخده العلاج بقى لي يومين العقار الالماني بقى لي يومين. فبكيت جامد قوي قلت لزوجي لا انا مش هروح افتح انا مش عايزين مش انا ما تفرهدونيش وانا بموت مش هروح افتح الخراج. قال لي طب اصبري طيب طب ان شاء الله العلاج اللي خدتيه ده يمكن ربنا يجعل فيه الفايده. يعني انت سمعتي كلامي في موضوع العلاج وما سمعتيش كلامي في موضوع مع ان انا اصلا شغلي جراحه. لا ما رضيتش افتحه ما قدرتش يعني خلاص جسمي مش متخيله ان انا هتحمل الالم. فزوجي قال لي لعل العلاج ده يعمل حاجه. قلت له طب العلاج ده للكبد والكده ماله ومال الخراريج؟ قال لي طب لعل بفضل الله لقيت الخراج انصرف تماما وكانه لم يكن.
خرجوا اللي هو مكان الحقن. انصرف تماما. الورم اللي طالع لي في السادي ده اللي كنت يعني ايه خلاص قلت له انا كشفه ولا عامله خلاص، قال لي طب هتسيبيه ده هيوصل لدرجه وحشه، ده زاد جدا. طب انت مش عارفه ترفعي ايدك بتاكلي بالشمال، طب احنا بنمسكك الحاجه بالايد الشمال كده يدوني العلاج. قلت له خلاص انا مش خلاص ما فيش علاجات تاني. اول يوم نمت، دي اول حاجه اكتشفتها من العلاج، اول يوم نمت ما كنتش بنام، واقعد اقول اذكار كتير واقعد اقول حاجات ياما عشان اعرف انام، ما كنتش عارف انام. نمت. اول كبسوله اول يوم نمت. زوجي اللي لاحظ يعني لاحظت صفاء انت نمت امبارح كويس؟ قلت له قال لي طب بفضل الله عز وجل، دي اول حاجه لاحظناها. بعد كده تدريجيا يعني خدت 10 ايام الوضع ايه يعني الحاله بتهدى، لكن ما اقدرش اقول تماما ان انا بقيت كويسه. في اليوم ال11 لقيت تغيير شامل، وكاني في مسحه حصل كده في جسمي، والله هي حاجه غريبه. لقيت نفسي بقول له انا ما يعني جت جراتي بيطبخوا لي او كده، قلت له انا عايزه اكل معاكم. كنت بقرف والله من ريحه الاكل، وطلعوا بره كاني واحده حامل ومش مستحمله ريحه الاكل. طلعوا بره طب كلوا في حته بعيد عني. انا طلبت الاكل واكلت كويس جدا، ما حصلش الم في معدتي، ما حصلش اي حاجه، اكلت معاهم كويس جدا. بعد كده بقيت انا اللي اقوم بقى، انا اللي اقوم اعمل حاجتي، ما فيش اي الام، ما فيش اي دوخه. انا عندي دايما انيميا باستمرار، انيميا دي ما في يعني فيش مره حللوا لي وغير لا عندي انيميا مع هبوط السكر مع هبوط الضغط. الضغط اتظبط، الانيميا لما عملت التحليل بعدها ما فيش انيميا، في تحسن كويس قوي، مفيش اي مشاكل. بدات انا اللي اقوم اطبخ بقى، انا ما بقومش ماسكه عصايتي على السرير كده اخبط بيها. بدات انا اللي اقوم اتحرك في البيت وانا اللي اعمل حاجتي. من كتر نعم وفضل ربنا سبحانه وتعالى مش عارف اعمل ايه يعني احساس بالعجز. الحمد لله كل جميل. فزي ما هي معجزه فعلا وايه، فاحنا حاسين بالعجز قدام فضل ربنا طبعا. لان ربنا سبحانه وتعالى معجز حتى في الكرم، محتاجين اليقين يبقى على ربنا طبعا، ويبقى نحسن الظن، ويبقى خلاص ده اخد العلاج على ان فعلا ده اللي ربنا جعله سبب في شفائي. نعم. ويمكن انت عملت كده وتعلقت بطوق النجاه اخر يارب. فرصه ليكي في الحياه يا رب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بلغك. وربنا يجازيك خير يا دكتور كل اللي عملنا على هذا الموضوع يا رب. ويعني ادعي لنا ان احنا ربنا جعلنا سبب يا رب يرزقكم الاخلاص و... يا رب. يعني ربنا يا رب كده يرزقنا الاخلاص ويجمعنا يا رب كده في الجنه سويا، يدخلنا الجنه بغير حساب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.